أجراس كنيسة الزيتون في دمشق تدق احتفالا بعيد الفصح المجيد في سوريا. الاحتفالات هذا العام اقتصرت على إقامة الصلوات وإضاءة الشموع من أجل إحلال السلام والأمن. يا العالم كله نقول كفى حربا، كفى قتلا، كفى دماء في سوريا، في العراق، في لبنان، في مصر، في اليمن، في السعودية، في كل مكان. فبدل أسلحة تعالوا إلى كلمة سواء. المسيحيون قالوا إنهم تحدوا صعوبة الوضع في سوريا وقرروا الحفاظ على روح العيد لإدخال الفرحة في قلوب الأطفال. ويشكل المسيحيون السوريون 10% من التركيبة السكانية بالبلاد، يعانون كغيرهم من ويلات الحرب التي عصفت بالبلاد وذهب ضحيتها مئات الآلاف بين قتيل وجريح، فضلا عن ملايين اللاجئين.